الله يسامحك. لا تزيديها علي دلال. معقولة يضلوا حابسيننا هون أنا وإنتي؟ إنتي لا، ذات كل السجلات اللي عندهم باسمي، باسم وصال، وهي أنا رجعت، بكرة بيخلوكي تطلعي. إيه بس هدول الناس ما بدهم سجلات لحتى يحبسونا. شغلهم معي مو معك. إنتي شو استفدتي؟ استفدت كتير. غير إنك حرقتي قلب أمك وأهلك؟ بالله دخيلك قلت ناس احترقت قلوبها، بعدين قال لك شو صاير عليهم؟ اه كل وحده فيهم قاعده على ثروه. ثروه شو؟ انا بعت السي دي ب 600 مليون ووزعت المصاري على اهلك وحصتك موجوده. لكن ليش جابوا كي لهون؟ اكيد هون امن لهم وانا هون تحت السيطره، لكن هن بيعرفوا انه عندي نسخ عن السي دي. يا الله على القصة، ما بدنا نخلص بقى يا وصال. ستي هذا اللي صار، كتر خير الله الجماعة طلعوا أكابر ورجعوني على المصح، عليم الله ناس تانيين بيطقوني رصاصة براسي وبيخلصوا مني. بعيد الشر عنك، روحي لك أختي اطلعي من هون وخدي مصرياتك وعيشي فيهم وتنعمي، وأنا هون مبسوطة بلا مبالغة. ما عم بالغ، أنا رح كون مبسوطة كتير هون. تعرفي ليه؟ ليش؟ لأنه هون ما حدا دريان بحدا.